النوم هو ما يواجه به العالقون هنا ساعات الملل الطويل. آلاف المركبات والناقلات وقعت مجبرة منذ أيام في فخ هذه الطريق الجبلية التي لم يكتمل تعبيدها بعد. لا تستطيع التقدم ولا حتى الرجوع. لقد سجن الناس أنفسهم هنا حيث لا ماء ولا طعام ولا مجال حتى للابتعاد عن الخطر. لا أكل ولا شرب ولا ماء ولا أي حاجة. لا بسكوت وعصير وعيش من حق قبل امس. والله مش عمرك اكثر طعنه الطريق اضطرنا ان احنا نجزع من هذا الطريق، قلنا يعني يومين في الطريق هذا. حتى رجال الامن الذين ارسلوا لتنظيم حركه السير يتذمرون من السلطه المحليه في مأرب لتقصيرها في تلافي المشكله واصلاح الطريق، الا ان الجميع يشكرون قبائل مراد أصحاب الأرض الذين فعلوا ما بوسعهم لتخفيف معاناة العالقين. سكان المنطقة تعاونوا معنا، يعني شكرا لهم، متعاونين يعني من أروع ما يكون، ومتعاونين معنا حتى على مستوى الأغاثة أنهم يدوهم بيوتهم والخبز وكل شيء. يعتبر طريق مأرب البيضاء غير جاهز للسفر، لكنه خيار إجباري بعد إغلاق طريق مأرب صنعاء جراء الحرب، خصوصا وقد فجر الحوثيون الطريق في أكثر من نقطة بغية إعاقة تقدم آلية الجيش، وتجري الآن عمليات إصلاح للطريق، لكن لا أحد يعلم متى سيفتح. منع هؤلاء من الدخول إلى العاصمة صنعاء بسبب الحرب، هي عائق بالنسبة لهم، لكنها أيضا الطريقة الوحيدة ليدخل آخرون. يحيى الصواري، قناة بلقيس، من الطريق الرئيسي بين محافظتي مأرب والبيضاء.